نروح كمان لأخبارنا. خلينا نقول لكم برضو طبعا كما تعودنا كل يوم احنا نشوف كورونا ميتر وآخر طبعا الإحصائيات العالمية حوالين انتشار فيروس كورونا. هنبدأ معاكم بأعداد الإصابة حوالين العالم، تقريبا 5,743,000 إصابة، وأعداد الوفيات للأسف صعدت إلى 357,000 حالة وفاة. وما يتعلق بأيضا تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية أو ربنا أتم شفائهم، هنلاقيهم حوالي 2,434,000 شخص على مستوى العالم، أو 435,000 كمان عشان كل شوية بيتم تحديث الكورونا ميتر زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. أعلى الدول إصابة ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب تقريبا 700,752,000 إصابة، بتليها البرازيل حوالي 414,000 إصابة، بتليها روسيا تقريبا 370,000 إصابة. طبعا والأعداد بتزيد، يعني ممكن بعد نص ساعة تلاقي الأعداد دي بشكل مختلف تماما.